البداية بصراحة مش هتكلم عن نفسي، أنا هتكلم على البشر كلهم. حاجة غريبة جدا إن البشر كلهم منين ما يجوا يفكروا في الجن لازم يفكروا في شكلهم. طيب أنا ما عملتش جديد وما ضفتش جديد، يعني طول ما أنت بتقرأ أنا مش هحكي تفاصيل شكلهم عاملين إزاي لأني معرفش، ببساطة معرفش. لكن عايز أسألك سؤال واحد ورد عليا. الجن لو شكلهم عادي، مش هقولك حلوين ولكن عادي، شكلهم مقبول يعني، شكلهم عادي لدرجة ان انت قلبك ما يقفش، يعني تفتكر لو هما بالمنظر العادي ده او شكلهم عادي فعلا، ليه ربك خلاهم خفيين؟ ليه ما خلاهمش عايشين بنشوفهم وبيشوفونا؟ ليه ما خلاش التواصل بيننا وبينهم سهل؟ اللي وصلت له هي حاجة، ان الكائنات دي شكلها فعلا لو كان عادي، شكلهم لو كان عادي بس، انا متأكد 100% ان احنا كنا هنقدر نشوفهم ونتعامل معاهم زي ما البشر بيتعاملوا مع بعض. ما في بشر شكلهم وحش، في بشر شكلهم حلو، وفي بشر شكلهم عادي. مش هروح بيك في حتة بعيدة لان تقريبا هي نقطة الشكل هي كانت أكبر عقبة في حياتي كلها، لكن لما قعدت مع نفسي ولقيت إن في حاجات بتشدني ناحية العالم ده غصب عني، دماغي بدأت تفكر. يعني أكيد الجن شكلهم مش هيكون حلو، أكيد الجن حتى شكلهم مش هيكون عادي، مهما خيالك رسم لك أو مهما كتب سحر أو تحضير أو حتى كتب بتتكلم عن معلومات عامة عنهم وصفت شكلهم، ما ظنش إن ده الشكل الحقيقي للجن. ما اظنش ان في انسان على وجه الارض يعرف شكل الجن الحقيقي. حتى الناس اللي بتحضر، حتى الناس اللي بتحضر، الناس اللي بتحضر لما بتحاول تجيب جن او بتحاول تستدعي جن، ما اظنش ان هم بيشوفوا شكله الحقيقي. اصل ما تقوليش ان في انسان هيقدر يشوف شكل الجن الحقيقي وهيسكت. اكيد حتى لو ساحر، حتى لو ساحر خايف من اذيتهم ممكن يتكلم هنا او يتكلم هنا او يحكي لده او يحكي لده عن شكل الجن او منظرهم عاملين ازاي او اللي عايز اقوله ان انت مهما رسمت بخيالك شكل الجن، مهما حد جه حكالك الجن وشهم عامل ازاي، تفاصيل وشوشهم عامله ازاي، ما اظنش ان هو بيقول الصدق. كتير بنسمع عن كتب قديمه بتتكتب على مر الزمان زي شمس المعارف، اللؤلؤ والمرجان في تسخير ملوك الجن، وكتب كتيرة من النوع ده. مش عايز اخدك في تفاصيل اكتر من كده، ولكن الكتب دي دايما بيتقال ان صحابها ماتوا بطريقة غريبة، والغريب ان انت لما تقرأ الكتب دي بتلاقي ان هم جوه الكتب نفسها كاتبين وصف للجن، شكلهم، عادات وتقاليد ليهم كتيرة جدا. معنى كده ان في البعض منهم مش بيحبوا حد يتكلم عليهم، مش بيحبوا حد يجيب في سيرتهم، حد يوصفهم يدقق فيهم. فعلا انت متعرفش مين ممكن دلوقتي يكون قاعد متضايق جدا ان انا بتكلم عليه، متعرفش مين ممكن يكون قاعد دلوقتي متضايق جدا ان انت بتقرا الكلام ده والكلام ده عليه، او ان انت ممكن تكون قاعد تسمع الكلام ده والكلام ده برضو عليه. متعرفش مين ممكن يكون بيسمع، مين ممكن يكون متضايق منك دلوقتي. ليه بتكلم في التفاصيل الكتيرة دي؟ اصل دلوقتي ممكن اقولك ان وانا قاعد بكتب شايف كتف حد بيخرج من الحمام وبيدخل تاني جوه بسرعة. قاعد بكتب الكلام ده دلوقتي في شقتي بزاوية معينة شايف بيها باب الحمام، وكل كام ثانية برمي عيني على باب الحمام ببص عليه وبرجع اكمل الكتابة تاني. شيء صعب جدا لما تكون قاعد بتكتب ومركز في الكتابة ولكن في نفس الوقت ذهنك مركز في حاجة تانية. كل شوية بتفصل نفسك عن الكتابة، الحروف وانت بتكتبها ممكن تدخل في بعض، ممكن تسرح، حاجات كتير بتحصل. يعني عايز افهمك من بالاخر كده ان عملية الكتابة دلوقتي معايا صعبة جدا، مش علشان انا مش عارف اكتب او خطي وحش، عشان اللي حواليا مخليني مش عارف اكتب، كأنهم عارفين كويس قوي ان انا بتكلم عليهم، بكتب الكلام ده عليهم.
مستغرب يعني ايه شايف كتف واحد بيخرج من باب الحمام. هات قدامك معلقة، امسك المعلقة وافضل هزها يمين وشمال بسرعة. حركة المعلقة السريعة هي بالظبط نفس حركة الكتف السريع اللي بيخرج من باب الحمام وبيدخل تاني. بيبان قوي المنظر ده وانا مش مدي انتباه لباب الحمام، يعني وانا بكتب بحس ان في حاجة بتخيلني قدامي، لما ابص ما الاقيش حاجة، حاجة زي كده. ممكن اقولك ان هو ده المناخ اللي انا كنت عايش فيه. ده بالظبط كان كلام مكتوب في اول صفحتين، اول صفحتين في مذكرات الراجل اللي كان ساكن تحتنا. وليه بقول الراجل اللي كان ساكن تحتنا؟ لان الراجل ده مات بالظبط من 4 شهور. الراجل ده توفى في شقته من 4 شهور. راجل ممكن احكي لك عنه ان هو كان شكلا عجوز، يعني عجوز ولكن عينه خضرة، مش عارف، عجوز وعينه خضرة وشعره اصفر نوعا ما. بشرته كانت بيضة جدا فاتحة قوي. راجل غريب كده كان قاعد في حاله، وكان يعني ملوش دعوة بحد. كل اللي نعرفه عن الراجل ده ان هو من عيلة مبسوطة جدا، عيلة غنية، لحد ما حصل اللي حصل والراجل مات. الراجل ده كان غريب جدا في البيت بتاعه، بيعمل حاجات غريبة، يعني في عز الليل تلاقيه مشغل اغاني بصوت عالي ومسمع العمارة كلها. لازم كان حد ينزل يخبط على باب شقته ولا حد ينادي عليه عشان يوطي الصوت او يهدى. ممكن نلاقيه بيغني بصوت عالي وبيدندن بصوت عالي وقت بدري جدا، الساعة 6 أو 7 الصبح. ممكن كنا نلاقيه مثلا فتح باب شقته وقاعد على السلم، ولما حد يسأله يقول له في حاجة في الشقة يقول له لا مفيش حاجة، أنا بس زهقت من الشقة شوية. راجل كانت تصرفاته أغرب من شكله. لا أنت لسه متعرفش حاجة. ممكن تقولي ليه راجل يجي بيته وهو معاه أكياس كبيرة، أكياس كبيرة فيها أكياس ملح كتير؟ يعني الراجل ده لو فتح مطعم في شقته مش هيستخدم كل الملح ده. الراجل كان حاطط عنده في باب شقته يجي 30 40 قفل، كل ما يخرج من باب شقته بنسمعه عمال يقفل قفل ورا التاني ورا التالت ورا الرابع. لازم هي ايه كل الأقفال دي؟ انت ايه اللي مخبيه جوه، او خايف ايه اللي يطلع من جوه؟ يعني مخبي ايه في شقتك؟ ده السؤال اللي كنت بسأله لنفسي، انت خايف من ايه يطلع؟ لحد ما من حوالي 4 شهور أو 5 الراجل اختفى، اختفى فعلا، مبقاش يخرج، مش بنسمع صوته. ده لما كان بيسكت يوم واحد بس كنا بنبدأ نتكلم ونستغرب هو فين. بالك بقى يوم والتاني والتالت واسبوع والتاني وشهر، لحد ما الناس اتصلت بالبوليس، والبوليس جا واقتحم البيت، لقى فيه جثة جوه، جثة بقالها 3 شهور 4 شهور متحللة ومتبهدلة، وطبعا مش متحللة بالكامل ولكنها متبهدلة وريحة نفاذة، شكله يخوف يرعب، جثة ميتة على الأرض. حتى ملامح وشه وتفاصيلها مش باين هو ميت ازاي. يعني حتى الراجل ده لو كان مات مقتول ما كانش حد هيعرف غير لازم بالطب الشرعي. وفعلا ده اللي حصل بعد ما اخدوا الجثة واكتشفوا ان هو مات بسبب سكتة قلبية. الراجل ده شاف ايه في بيته خلاه يموت؟ الله اعلم. البوليس ساعتها لما حاول يوصل لاي حاجة ما لقاش غير رقم تليفون واحد بس على موبايله، رقم تليفون واحد بس الواحدة واحدة. لما البوليس استدعاها عشان يشوف هل هي تعرفه او مين ده او ايه علاقتها بيه، فهمتهم ان هي كانت خطيبته وهي معدتش 26 سنة. وانا بقولك شكله راجل كبير، شكله عجوز، تجاعيد في وشه كتير قوي، شعره ابيض نوعا ما. ازاي واحدة عندها 26 سنة تتخطب لراجل شكله اكبر من والدي؟ في الاول كنا مستغربين، وفي الاول ما كناش فاهمين ايه اللي بيحصل، لحد ما الناس قرروا ان هم هيسيبوا الشقة زي ما هي، مش هيصلحوا حتى الباب اللي اتكسر ده، هيسيبوا الباب زي ما هو. يعني الشقة بابها متوارب مش مقفولة بالكامل. يعني البوليس من وقت للتاني طبعا بيجي يحاول يفتش في الشقة او يلاقي اي حاجة عشان يقدر يتعرف على الجثة او الراجل ده، لكن ملقاش. مفيش غير البنت ديت، والبنت ديت ما حكتش كتير، كل اللي حكته ان هي كانت المفروض هتتجوزه، ولكن ظروف حصلت بينهم هي مرضتش تحكيها، ف محدش يعرف حاجة، محدش يعرف ازاي البنت ديت تتخطب لراجل بالسن ده.
وليه اساسا سابته ليه او ما كملتش ليه، ايه اللي حصل بينهم، ما رضتش تحكي حاجات كتير قوي. الاغرب من كده ان الموبايل بتاعه فاضي، مفيش حتى عليه رقم اخ صاحب اهل، مفيش على الموبايل غير الرقم بتاعها بس. في يوم كده بعد ما البوليس بدأ يجي يفتش كام مرة في الشقة، كنت رايح كليتي او جاي من كليتي، بالمناسبة انا في كلية زراعة في سنة تانية، لحد ما في مرة كده كنت طالع على السلم ولقيت ان باب الشقة متوارب نفس المنظر، لحد ما افتكرت ان في رجالة شرطة جوه ولا حاجة، فحبيت ادخل اكلمهم يعني استفسر عن اي حاجة او يمكن افهم ايه اللي بيحصل. السبب وقلت من شوية ان كل واحد في العمارة عندنا في حاله، يعني بمجرد ما الراجل ده مات الناس سألت واهلي كمان سألوا وعرفنا منهم الحاجات ديت وبس، ما عرفناش حاجات زيادة لان احنا مش عايزين نعرف حاجات زيادة. راجل بيعمل حاجات غريبة في بيته، مات الله يرحمه، مش عايزين نعرف اكتر من كده. لكن اقدر اقولك ان الفضول عندي ان انا عايز اعرف الراجل ده ماله وايه حكايته الغريبة دي كان مليني شوية. وفعلا ساعتها لما وصلت للشقة وزقيت الباب بالراحة كده، لقيت ان الدنيا من جوه مظلمة، مفيش حد من البوليس جوه، محدش داخل بيحقق، الشقة فاضية. نورت النور بتاعها ودخلت جوه، قعدت ابص يمين وشمال، سايبين الشقة زي ما هي. ده يا بخت الحرامي اللي هيجي يسرق الشقة دي. الشقة العفش بتاعها نضيف، شكله جديد نوعا ما، الأجهزة الكهربائية اللي موجودة في الشقة شكلها برضو جديد نوعا ما، لكني ما لقيتش الموبايل بتاعه. تقريبا رجالة الشرطة أخدوه علشان يتفحصوه كويس قوي، يمكن لقوا فيه أي حاجة تحاول تثبت شخصيته أو أي حد يعرفه يجي يشوف وضع الشقة ده إيه، أو حتى لو يعرفه. لكن وأنا بتمشى في الشقة برضه لقيت في حاجة غريبة، الراجل ده شاري أجهزة حديثة والتلفزيون غالي والراديو حتى، يعني الناس مش سمعت راديو دلوقتي قوي، وراديو من النوع ده يعني ما أظنش إن هو ثمنه هيكون قليل. حتى الأجهزة الكهربائية اللي موجودة عنده في المطبخ، يعني الراجل ده كان على وش جواز، محدش بيجهز شقته بالمنظر ده غير لما يكون لسه هيتجوز. لحد ما فضلت اتمشى في الشقه يمين وشمال ولقيت اوضه من الاوض مقفوله، كان في اوضه مقفوله كده ومعرفش بصراحه دي كانت فيها ايه. فتحتها بالراحه ودخلت لقيت ان دي اوضه نومه، يعني كانت مظلمه، لكن لما نورت النور لقيت برضو الاوضه شكلها متجهز جديد، سرير جديد، دواليب جديده، حتى البياضه بتاعت الشقه نفسها كانت شكلها لسه جديد. الحاجات دي كلها عملها امتى مش عارف. احنا كنا بناخد بالنا ان هو بيشتري اجهزة جديدة، لكن ما كانش في بالنا خالص ان هو هيتجوز. بقولك راجل كبير، راجل ممكن يكون اكبر من والدك. المهم فضلت اتمشى في الاوضة بتاعته لحد ما قعدت على السرير وفتحت درج صغير من الكومودينو اللي موجود جنب السرير، لقيت فيه دفتر. دفتر لما فتحته لقيت فيه اول ورقة وهي اللي قريتها في الاول، يعني اقدر اقولك كده ان ده دفتر مذكراته، الدفتر اللي تقريبا هفهم منه كل حاجة. أدركت ساعتها إن الدفتر ده هو اللي هيكون الإجابة على كل الأسئلة اللي في دماغي. رميته بسرعة في شنطتي وطلعت جري. طلعت جري بس قبل ما أطلع قفلت النور وقفلت الأبواب وخليت الشقة زي ما هي قبل ما أدخل، عشان لو حد جه الشقة بالمنظر ده أكيد هيقول إن في حد ممكن يكون دخل ودعبس. لحد ما بسرعة طلعت الشقة عندي وقفلت الباب ودخلت أوضتي بسرعة، رميت الدفتر على جنب، قلت له انت ليك قعدة لكن دلوقتي انا لازم انام. وفعلا كنت تعبان جدا وكنت جاي من بره مرهق فنمت عادي. كل ده لحد دلوقتي اقدر اقولك ان مفيش حاجة غريبة في حياتي غير الراجل اللي تحت، يمكن الراجل اللي تحت اللي كمان انا شاغل دماغي بيه، يعني هو اصلا مش عامل لنا ازمة، مجرد راجل بيعمل حاجات غريبة في شقته ممكن تقول في دماغك ان هو راجل تعبان او مريض نفسي او عنده اي مشكلة في عقله عادي. بس اللي انا كنت بسمعه من الراجل ده كان ساعات بيكون غريب. ازاي ساعات والناس كلها نايمين في ليالي، ليالي معينة، ليالي معينة الدنيا كلها بتكون هادية فيها، الناس بتكون نامت، الكلام ده ممكن يحصل قبل الفجر بنص ساعة ساعة، كنت ساعات بكون صاحي. عارف انت ساعات احنا في السن ده مش بننام كتير او بيكون عندنا ارق اغلب الوقت، فمش بننام كتير بالليل وكتير بنطبق، فمن العادي جدا ان ناس كتير تكون نايمة وانا اكون صاحي عادي برضو. لكن الغير عادي ان لما اسمع راجل من تحت بيكلم ناس او بيكلم حد بصفة عامة،
الراجل ده ممكن يكون مجنون، ممكن يكون عنده حاجة في مخه، لكن يكلم واحد ويقول الكلام ده بالتحديد، الراجل ده اكيد ما عندهوش مجرد مرض نفسي، اكيد حاجة تانية اكبر من كده، اكيد الشقة فيها حاجة تانية اكبر من كده. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ سيبوني، سيبوني في حالي، سيبوني في حالي بقى، كفاية عذاب، سيبوني، ابعدوا عني. حاجات كتير ملهاش تفسير كانت بتحصل في شقة الراجل ده، لكن الحكاية بدأت معايا أنا بالظبط من تاني يوم الصبح. بما إن الابن الوحيد فطبيعي يكون عندي أوضة خاصة بيا، وطبيعي برضو إن وأنا نايم بكون قافل الباب على نفسي عادي يعني. لحد ما تاني يوم الصبح أول ما صحيت من النوم ولسه قريب من الباب علشان أفتحه، مسكت أكرة الباب في إيدي وجاي بفتح الباب، لكن الباب مش بيتفتح، واجيبه يمين وشمال الباب مش بيفتح، الباب لازق في الحيطة مش عايز يفتح. قعدت احاول معاه يمين شمال لدرجة اني كنت هكسر الاكرة في ايديا، لكني معرفتش اعمل حاجة. قعدت اخبط مرة واتنين وتلاتة ان في حد بره يسمعني، مفيش. ناديت على اهلي، ناديت على والدتي، ناديت على والدي، قلت لهم الباب معلق، حد يجي يشوفه، حد يجي يفتحه، يا جماعة اللي بره، يا ماما يا بابا، مفيش، الباب لازق. قعدت اخبط عليه وارزع لكن مفيش برضه، لحد ما جت في دماغي فكره واني اتصل بيهم. موبايلي معايا، ولما اتصل بيهم بره يعني اكيد هياخدوا بالهم ان في حاجه غلط، وفعلا اتصلت بيهم. قربت ودني من الباب كده علشان لو هما قاعدين بره اكيد هسمع الموبايل بتاعهم. اتصلت بوالدتي بالتحديد، لكن والدتي ردت عليا وقالت لي الو. ايوه محمد. قلت لها هو انتوا فين بالظبط؟ انا وابوك بس نزلنا بسرعه في مشوار كده وهنرجع تاني، يعني هي كلها نص ساعه بالكتير ونكون روحنا. قلت لها طيب تمام. قالت لي في حاجه؟ قلت لها لا، في بس هنا مشكله صغيره في باب الاوضه بتاعتي، وبصراحه الباب مقفول متربس عليا مش عارف افتح. قالت لي طيب بص خليك قاعد، احنا مش هنتاخر، يعني هي كلها كده ربع ساعه زي ما قلت لك، نص ساعه ونيجي. قلت لها تمام مستنيكو. قفلت معاها السكه وقعدت افكر مع نفسي، يا ترى هل الدفتر ليه علاقه بالباب ولا كل ديت مجرد صدف؟ يعني هو شيء عادي ان الباب يعلق انا عارف، بس اشمعنى في التوقيت ده؟ ما كان لسه امبارح تمام يعني. حاولت معاه بصراحة تاني لكني برضو معرفتش، الباب كأنه لازق في الارض والحيطان مش عايز يتحرك. من اخر ما زهقت رحت جبت الدفتر اللي كان موجود ونطيت على السرير، قعدت عليه وبدأت اقرا فيه شوية. قريت اول صفحتين اللي قلتهم في الاول، لكن بعد كده بدات اجري الورق شويه، عايز ادخل في المفيد على طول، عايز افهم ايه اللي بيحصل. فضلت اقلب بسرعه في الورق لحد ما وصلت الورقه مكتوب في اولها تعبت. تعبت من كل حاجه في الشقه دي، تعبت من كل حاجه في حياتي، بقيت حاسس ان اللي في الشقه بيطردوني، مش عارف المشكله فيا انا ولا في الشقه، بس الموقف اللي حصل امبارح بالليل ده مش هقدر انساه. بالظبط على حوالي الساعة 1:30 كنت نايم لحد ما سمعت صوت التلفزيون بره اشتغل لوحده، وصوته كان بيوش، يعني مش شغال على قناة معينة. فضل الصوت يوش ويكون عالي لحد ما صحاني من النوم. صحيت من النوم وقعدت افتكر اني قفلت التلفزيون كويس قوي قبل ما انام، ايه اللي خلاه يشتغل تاني؟ انا مش هنسى ان انا قفلت التلفزيون. يعني نزلت رجلي بالراحة من على السرير، طلعت بسرعة علشان اشوف التلفزيون ده ايه حكايته، لكن لقيته مقفول. استعذت بالله من الشيطان ورجعت بظهري كده، وانا داخل الاوضة قلت في دماغي يمكن تعب اليوم كله او الشغل، اكيد التلفزيون مش هيشتغل لوحده يعني. بمجرد ما دخلت اوضتي ورميت جسمي على السرير ولسه هروح في النوم تاني، لكني سمعته المرة التانية دي معرفتش اروح في النوم فيها. المرة التانية دي فعلا قلقت، قمت قعدت على السرير وانا سامعه بره عمالي وش، مش مطلع اي صوت واضح، مجرد وش بس. نزلت من على السرير تاني
وخرجت بره اوضتي تاني. فضلت اتسحب بره لحد ما بصيت لقيت التلفزيون لسه شغال. التلفزيون المرة دي كان شغال فعلا. اتحركت بالراحة وانا خارج حاسس اني هشوف حد قاعد قدام التلفزيون، حاسس اني هشوف اي حاجة من الحاجات اللي بنسمع عنها دي ولا اللي بنشوفها في الافلام. لكني طلعت بره ولقيت ان مفيش حاجة، التلفزيون شغال لكن مفيش حد، مفيش حاجة، ومفيش برضو اي سبب يخليه يشتغل لوحده. وبيوش ليه كده؟ رحت قفلته وانا متأكد اني قفلته، اتأكدت المرة دي اني قفلته فعلا. ورجعت تاني للأوضة، فضلت واقف قدام السرير وانا مستني يشتغل تاني، حاسس انه هيشتغل تاني. لكن بصراحة قعدت حوالي دقيقة وانا واقف ومشتغلش. اطمنت نوعا ما وبدأت افرد جسمي على السرير وانام من تاني. لكن يبقى مجرد ما رميت جسمي على السرير رجع الصوت يشتغل من تاني، لكن المرة دي صوت الوش زايد كأن في حد علّى الصوت بره. المرة دي غضبي كان بقدر خوفي، يعني بما اني نوعا ما شخصية عصبية والموضوع ده ينرفز، قمت من النوم بسرعة وطلعت بره عشان ابص، لكني برضو ما لقيتش حاجة. مفيش اي حاجة بتخلي التلفزيون يشتغل لوحده، مفيش اي سبب، مفيش اي مبرر. بعدين التلفزيون بتاعي مش بايظ لدرجة ان هو يشتغل لوحده. يعني المرة دي بصراحة قلت في دماغي لا، لو هو شغل جنان لا انا مجنون خلقة. رحت بسرعة ناحية التلفزيون وشلت الفيشة، قلت وريني بقى تشتغل ازاي لوحدك. ودخلت تاني لأوضتي وانا متأكد 100% ان المرة دي مش هسمع صوت التلفزيون. وفعلا رميت جسمي على السرير ونمت. المرة دي اقدر اقول اني نمت، نمت وانا متأكد ان التلفزيون مش هيشتغل لوحده. بعد ما قعد حوالي دقيقتين او تلاتة او عشرة ساكت والهدوء رجع تاني للبيت، قدرت انام ساعتها. معرفش عدى وقت قد ايه، معرفش عدى وقت قد ايه وانا نايم. قمت من على السرير، كنت بتحرك بصورة ابطأ من المرات اللي قبليها. فضلت اتسحب على بره وانا سامع الصوت لسه شغال، صوت التلفزيون كان عالي. لما خرجت المرة دي لقيته فعلا لسه شغال. عارف احساس لما تكون بتحاول تقنع عقلك ان انت اللي شايفه ده مش حقيقي، لما تحاول تقنع نفسك ان دي مجرد تخيلات، اكيد في حاجة غلط، اكيد في سبب للي بيحصل ده. انا عارف ان دي مش اول مرة تحصل معايا حاجة زي كده، بس كل ما تتحط في موقف غريب مخك بيتشل، مخك مش بيعرف يفكر. بصيت بعناية على التلفزيون لقيت ان الفيشة محطوطة، فيشة التلفزيون محطوطة ازاي وانا لسه شايلها بايديا. حاولت اقرب منه واحدة واحدة عشان اقفله، لكني بمجرد ما قربت التلفزيون قفل لوحده. النور اللي كان موجود وقتها هو كان النور البسيط اللي التلفزيون مطلعه. بمجرد ما التلفزيون اتقفل عمت الضلمة المكان والهدوء. الهدوء كان مرعب. العفش اللي عندي كان قديم نوعا ما، يعني الكرسي اللي بقعد عليه لما باجي اقعد عليه لازم يطلع صوت. ايه علاقة الكلام ده باللي بيحصل دلوقتي؟ اني وانا واقف في الضلمة سمعت صوت حد بيقعد على الكرسي. تفكيري اتشل وانا واقف بصراحة، مش عارف اعمل ايه. لو حاولت انور النور معرفش ممكن اشوف ايه، معرفش ممكن ايه اللي يحصل. اصل انا معرفش انا بتعامل مع ايه، انا معرفش الصوت ده من دماغي ولا الصوت ده بجد. كنت حاسس اني هموت وانا واقف،
لحد ما قررت اني هفضل واقف واشوف هيحصل ايه. يعني هيحصل صوت تاني، ولا الدنيا هتهدى، ولا هيدب فيا الشجاعة بقى واشوف في ايه. فضلت واقف مش عارف اتحرك، لكن من الواضح ان وقتها ما كانش الوقت المناسب ليا ان اتصرف. بالظبط بعدها قمت نطيت من مكاني لما سمعت صوت الباب بيخبط وانا قاعد بقرا الكلام ده. قمت بسرعه على الباب وافتكرت اهلي، افتكرت اهلي اللي جم من بره. لسه رايح افتح الباب لكن لقيت الباب اتفتح. والدتي بصيت لي وقالت لي ايه يا ابني، ايه النوم ده كله، مش المفروض تصحى بقى ولا ايه؟ قلت لها ما انا زي ما اتصلت بيكي وقلت لك ان الباب كان معلق ما كانش عايز يفتح. قالت لي اتصلت بيا، الباب كان معلق. الباب معلق ازاي ما انا فاتحاه تمام اهو. قلت لها مش انتوا كنتوا دلوقتي في الشارع واتصلت بيكم؟ قالت لي في الشارع، وايه اللي هينزلنا دلوقتي؟ امي فضلت واقفه بص عليا وانا واقف متنح لها، اديتني ظهرها ومشيت كده وهي بتقول تليك لسه مصحتش من النوم، وضحكت ومشيت. انا مسكت الباب بالراحه، زقيته يمين وشمال، لقيته بيتحرك معايا مش زي ما كان ثابت. يعني بصيت على السرير تاني عشان اشوف الدفتر، لقيت الدفتر محطوط على الترابيزه اللي كان محطوط عليها قبل ما امسكه. قلت في دماغي لا، اكيد اكيد انا حطيته على الترابيزه قبل ما اقوم، ما سبتهوش على السرير، اكيد المشكله فيا انا، اكيد المشكله فيا انا. مش عايز افكر التفكير اللي في دماغي ومش عايز اصدقه، لحد ما افتكرت ان عندي سكشن في الكليه الساعه 2. بصيت في الموبايل بتاعي لقيت ان الساعه 12، لبست بسرعه ونزلت عشان اروح الحق الكليه. وفعلا رحت حضرت السكشن بتاعي، وبعد الكليه طلعت مع صحابي شويه وقضيت معاهم اليوم ورجعت البيت. رجعت البيت طبعا بعد طول النهار في الكلية ومع صحابي، كنت تعبان. دخلت بسرعة أكلت ونمت. دخلت الأوضة لقيت الدفتر لسه موجود على الترابيزة، ما اهتمتش ليه وقلت هقراك بكرة الصبح، يعني مش أزمة مش مشكلة يعني. واترميت على السرير ونمت. رايح في سبع نومة ومش حاسس بحاجة، لحد ما بدأت أحس إن في إيد خفيفة بتطبطب على وشي، إيد ناعمة كده، إيد والدتي أنا عارفها. لحد ما فعلا بدأت أسمع صوتها عمالة تقول لي اصحى اصحى يا محمد، مش عندك كلية الساعة 2، الساعة دلوقتي 12، يلا اصحى. عارف انت لما تكون لسه مفتح عينك وما شبعتش من النوم، فقايم من النوم بالراحة وبقول لها حاضر، قايم اهو قايم. لحد ما الايد اتشالت من على وشي وفتحت عينيا. فتحت عينيا عشان الاقي ان الأوضة لسه مضلمة. الساعة 12، يعني ازاي الساعة 12 ولسه الأوضة مضلمة مفيش نور دخلها؟ في حاجة غلط. موبايلي جنبي، رحت مسكته بالراحة كده وبصيت فيه، لقيت ان الساعة 12 بالليل. لحد ما قلت في دماغي الساعة 12 بالليل، انا ما نمتش غير 3 4 ساعات بس، هو انا اللي صحاني دلوقتي؟ ما اصل اكيد والدتي ما جاتش صحتني الساعة 12 بالليل، ده بجانب ان باب اوضتي مقفول. خرجت بالراحة وطلعت فتحت الباب، بصيت بره لقيت ان مفيش حد قاعد بره. رحت ناحية اوضة والدتي لقيتها نايمة، والدي نايم، ما حدش يعني منهم هيصحى الساعة 12 عشان يصحيني من النوم. عارف لما تكون بتتحرك بالراحة في البيت وكأن في حد هيسمعك؟ انا بالظبط كنت ساعتها بتحرك كده، كنت خايف لحد يسمعني مع اني عارف ومتاكد ان مفيش حد هيسمعني. لحد ما رجعت الاوضه تاني ودخلت الاوضه وقفلت عليا الباب بكل هدوء، نورت نور الاوضه، قعدت على السرير ومش هنام. الليله دي مفيهاش نوم، انا انام ازاي بعد اللي سمعته ده؟ فضلت قاعد مش عارف اعمل ايه ومش عارف عدى وقت قد ايه، لكن عيني جت في الدفتر. قمت بالراحة من على السرير وشديته بطرف صوابعي، ورجعت قعدت على السرير تاني وبدأت افتحه. قعدت اقلب في الورق بسرعة كده لحد ما جيت عند ورقة معينة. ورقة معينة كان مكتوب في اولها كوابيس
منتصف الليل. انا ممكن اقول ان انا بيحصل لي حاجات غريبة كتير في البيت، لكن الموضوع ده بيتكرر كل يوم. حصل مرة واتنين وتلاتة وعشرة وعشرين، لدرجة اني ناسي هو من امتى. معرفش فكرة الكتابة في حد ذاتها مفيدة ولا لا، بس على الاقل لو مت اي حد هيقرا الكلام ده وهيفهم انا ليه بعمل حاجات غريبة في البيت بالليل. كل يوم بالليل، كل يوم بالليل على الساعة 12 في حاجة غريبة بتصحيني. يعني مرة صحيت من النوم على صوت حد بيجري في الطرقة برا، مرة تاني صحيت من النوم على حد بيقعد على السرير جنبي، كأن في شخص نزل مرة واحدة وقعد على السرير. بقوم من النوم متفزز ومفجوع وخايف، لأن فعلا السرير بيتهز كأن فعلا في حد بيقعد عليه. مرة تانية كأن في ايد بتقعد تهزني، ايد بتقعد تهز جسمي لحد ما اصحى من النوم. بمجرد ما بصحى بستوعب ان مفيش حاجة. عايز الصراحة بخاف اشغل قرآن بالليل، اصل علاقتي بربنا مش قوية قوي. ده بجانب كمان ان انا علاقتي بالناس هنا في العمارة مش قوية قوي، يعني لو حصل لي اي حاجة في الشقة ولا مت ولا طلع لي عفريت محدش هيساعدني، هموت لوحدي ومحدش هيحس بحاجة. كنت كل يوم بالليل لما بصحى من النوم وحاجة زي كده بتحصل لي كنت بفضل خايف، لحد ما بونس نفسي بنفسي، بشغل اغاني بصوت عالي، بفضل ماشي في الشقة بكلم نفسي بصوت عالي، بشغل التلفزيون وعليه، بعلي الموبايل، بعمل اي حاجة. لكن الموقف اللي حصل من شوية ده ليه العجب، ده الموقف اللي خلاني اكتب. الحاجات اللي فاتت دي كلها مكنتش بكتب وما كانتش تفرق معايا في حاجة، لكن دلوقتي الساعة 2 بعد نص الليل النهاردة على الساعة 12 كنت نايم لحد ما سمعت صوت حد بيخبط برا، حد بيخبط على ترابيزة عندي برا، والصوت فضل شغال مش عارف مصدره كان ايه، لكن الصوت ما كانش بيقف، عمال يعلى ويوطى لحد ما صحيت من النوم. فضلت قاعد على السرير وكنت خايف اطلع برا، لحد ما جات لي الشجاعة وفعلا بعد كام دقيقة كده قمت من على السرير ونورت نور الأوضة، طلعت برا بالراحة وساعتها نورت نور الصالة. اول ما نورتها ما لقيتش حاجة، كل حاجة كانت طبيعية جدا الحمد لله. وانا واقف طبعا زي كل يوم قررت اني مش هنام، وقلت ان الليلة هتعدي زي اي ليلة، وبمجرد ما النهار يطلع هنام وهقوم من النوم براحتي وهكمل نشاطي عادي. الفرق بين المطبخ والصالة عندي هي طرقة طويلة، يعني لازم تمشي الطرقة الطويلة ديت عشان تطلع على الصالة برا، ومن الطرقة الطويلة دي متفرع منها الأوض، الأوض والحمام وأوضتين، شقتي كبيرة نوعا ما. لحد ما دخلت المطبخ ساعتها وحبيت أعمل ليا فنجان قهوة، ما واحد مش هينام وهيفضل صاحي للصبح أكيد محتاج أي حاجة تفوقه شوية. وأنا واقف بعمل القهوة بصيت ورايا بسرعة ملقتش حاجة، مفيش غير بس النور الصالة برا منور ومفيش أي حاجة. رجعت تاني اكمل القهوة، وانا واقف بعملها حسيت ان في حاجة برا واقف مكاني ومرعوبة بص ورايا. معرفش لو بصيت ورايا ممكن اشوف ايه، عارف اني مش هشوف شكل الجن، انا عارف ان الجن مش بيظهر، بس حط نفسك مكاني. انا عارف ان الجن مش بيظهر بس حط نفسك مكاني، انت لو في الموقف ده هتعمل ايه؟ بصيت ورايا بسرعة لقيت الصالة نورها اتقفل. اتثبت وانا واقف في مكاني، مش هطلع بره اشوف ايه اللي بيحصل. النور يتقفل ولا الجن يحضر انا ماليش دعوة، انا هفضل واقف في المطبخ هنا في النور. بدأت اعمل اللي بعمله كل يوم، طلعت الموبايل بتاعي من جيبي وشغلت فيه اغنية بصوت عالي وفضلت اغني معاها وفضلت اعلي صوتي زيادة واخرج عن كلام الاغنية بس اي صوت عالي وخلاص، وفضلت اعمل الاصوات الغريبه دي واعلي صوتي لحد ما لقيت ان جرس الشقه بيرن. معقول يكون حد صحي على صوتي ونزل بالسرعه دي؟ او ممكن الجيران اللي يكونوا جنبي في الدور يعني؟ والله جيراني اللي فوق او اللي تحت او اللي في الدور، انا محتاج اي مخلوق يدخل يقعد معايا ان شاء الله لو قطه. بصراحه صوت الجرس وهو بيرن كذا مره وبدا كمان خبط يطلع على الباب شجعني اكتر ان اروح افتح الباب. بدات امشي شويه في الصاله المظلمه لحد ما بدات امد، وفضلت امد بسرعة لحد ما رحت عند مفتاح الكهرباء وولعته والنور نور تاني.
حسيت ان الحركة اللي على الباب بره هدت، رن الجرس والخبط اللي على الباب نفسه هديو. ما رحتش فتحت الباب على طول، ما عرفش ليه، كانت حاجة جوايا بتقولي اشوف من العين الاول. وفعلا رحت للعين وبصيت منها، لقيت واحد واقف، واحد ملامحه مش باينة، واحد مش باين من جسمه غير اسود، بس مش جسمه اللي لونه اسود، ده لابس هدوم لونها اسود. شكله شكل راجل، يعني من المنظر كده ده شكل راجل. راجل مين ده اللي يكون دلوقتي ولابس اللبس الغريب ده وفي الوقت دوت؟ لحد ما عليت صوتي وقلت حد من الجيران، حد من جيران العمارة. محدش رد عليا، لحد ما ناديت تاني وقلت مين، مين اللي واقف بره؟ مفيش رد. بصيت تاني من العين لقيته لسه واقف. عليت صوتي اكتر وقلت انت تعرفني؟ انت مين بالظبط؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ وانا بتكلم كنت باعد دماغي من العين السحرية، ولما برجع ابص ببص تاني وبفضل ساكت. المرة دي بعد ما اتكلمت وبصيت من العين السحرية، لقيت الدنيا ضلمة بره. كنوع من التشجيع لنفسي وعلشان مخافش اكتر او علشان ما يغمش عليا من اللي انا فيه، عليت صوتي وقلت طب خلينا بكرة الصبح، معلش بقى عشان دلوقتي انا هدخل انام. ها، وكالعادة مفيش رد من بره. رجعت بظهري بالراحة لورا، اول حاجة جت في دماغي اني هدخل دلوقتي اوضتي واكتب الكلام ده، لازم اكتب اللي بيحصل ده. انا عارف ان من وانا صغير وانا بحس بالحاجات دي، بحس بيهم وبسمع حاجات غريبة واهلي كانوا بيستغربوني، بس لما كبرت الموضوع زاد قوي، الموضوع زاد عن الحد، ولازم الاقي تفسير للي بيحصل. اهلي طول حياتي ما كانوش بيحاولوا يساعدوني، ليه اصلا؟ وانا بقرا الكلام النور قطع في الاوضه بتاعتي. ساعتها وانا قاعد على السرير قفلت الدفتر، وبصراحه طيرته في الجو، رميته على الارض، ما اعرفش اترمى في اي حته في الاوضه، لكني رميته، طيرته وخلاص. قلت في دماغي انا هفضل قاعد على السرير لحد ما النهار يطلع. والله بقى النهار طلع، كمان ساعه كمان ساعتين يطلع. كنت حتى بصراحة خايف امسك الموبايل اشوف الساعة كام، لاني عارف ومتأكد اني لو بصيت في الموبايل دلوقتي وشفت الساعة هلاقي ان الوقت مختلف، الوقت بيجري. لما اقرا الكلام ده بطريقة غريبة، كأني في حاجة بتحاول تمنعني، كأني في حاجة بتحاول تمنعني اني اعرف الحقيقة. الراجل اللي تحت ده ماله؟ كان بيحصله الحاجات دي ليه؟ راجل كبير في السن ده كنا بنسمعه بيشغل اغاني مش الاغاني اللي المفروض تليق على سنه، ازاي الراجل ده في حاجات كتير قوي غريبة؟ لكن عشان اختصر عليك كلام كتير قوي، انا فضلت قاعد على السرير لحد ما النهار طلع، اقول لك بالتحديد لحد ما سمعت اذان الفجر، وسمعت والدتي بتطلع من اوضتها وبتدخل الحمام علشان تتوضى. ساعتها جات لي الشجاعه وقمت من على السرير وفتحت الباب. قعدت على السرير بالساعات، ما اعرفش قعدت كام ساعه، لكني قعدت وقت طويل جدا. الوقت الطويل ده كله طبعا مختصر ليك في جمله او جملتين، لكن عمرك ما هتحس بطول الوقت غير لما تتحط في الموقف نفسه، خصوصا كمان وانا قاعد كنت بحس ان في حد بيجر الكتاب من على الارض، حد بيحرك الكتاب او الدفتر من مكان لمكان. لما خرجت بسرعه بره اوضتي طلعت بره، لقيت والدتي بتقولي ايه يا ابني مال عينك، انت ما نمتش ولا ايه؟ قلت لها ما نمتش كوابيس، بس معلش. قالت لي طب كليتك الصبح، انت كده مش هتعرف تنام ومش هتكون فايق. قلت لها مش مهم، مش مشكلة الكلية، يعني لو ما روحتش بكرة مش هيحصل مشكلة كبيرة. قالت لي خلاص يا ابني انت اضرب حالك. قلت لها بس في مشكلة عندي في الأوضة. قالت لي مال الأوضة عندك؟ في ايه تاني؟ قلت لها النور بتاع الأوضة بس قطع، ممكن تكون اللمبة اتحرقت او حاجة. قالت لي طب تعالى نشوف، عشان لو اتحرقت تجيب واحدة تاني، مفيش مشاكل يعني. دخلت معايا الأوضة وبتحط ايديها على الكهرباء بتشوف اذا كان النور هيشتغل ولا لأ، لقيت ان مفتاح الكهرباء هو اللي مقفول.
بصيت لي في وشي وقالت لي: ما هو انت اللي قافل النور يا ابني. في ايه مالك يا محمد؟ انت بقالك يومين تلاتة مش على بعضك كده، في ايه الحكاية؟ والحاجات اللي احنا بنحس بيها في البيت كده حاجات غريبة وحاجات احنا مش بنفكر فيها يعني، ولا دماغنا كانت بتجيب الحاجات دي قبل كده. انت عملت ايه بالظبط؟ قلت لها عملت ايه في ايه وايه اللي بيحصل امبارح واول هو في ايه. قالت لي: في ايه؟ انت تعبان؟ فيك حاجة؟ لو فيك حاجة قول علشان نلحق نلحقك. انت طب تعبان من حاجة؟ في حد مضايقك في الكلية؟ قلت لها: على فكرة انا مش فاهم ولا حاجة. قالت لي: على فكرة ولا احنا فاهمين حاجة، انا وابوك بقالنا يومين تلاتة كده بنحس بحاجات غريبة في البيت. امبارح زي دلوقتي كنت قايمة علشان اصلي الفجر، حسيت ان في حد قاعد، جيت نورت النور في الصالة لقيتك قاعد مبرق للسقف، ويا ابني لما قربت منك زقيتك كده وناديت عليك لقيتك دخلت بهدوء على اوضتك ونمت على السرير ولا كأن كان في حاجة. انت تعبان من حاجة؟ ده غير اللي انا وابوك بنحس بيه اليومين اللي فاتوا، وخصوصا النهاردة الصبح. قلت لها: ايه اللي حصل النهاردة الصبح؟ قالت لي: النهاردة الصبح واحنا قاعدين سمعناك بتنادي علينا من الأوضة بتاعتك: يا ماما يا بابا تعالوا بسرعة في حاجة. قلت لنا الجملة دي بالظبط، ناديت علينا. قمت انا وابوك بسرعة طبعا عشان ندخل نشوف مالك، لكن بمجرد ما دخلنا اوضتك افتكرنا ان انت في الكلية. امي بتكلمني وانا مش قادر ارد عليها، مش قادر اقول لها حاجة. هرد عليها اقول لها ايه؟ اقول لها انت غلطانة؟ اقول لها انا عندي مذكرات لواحد جوه والله اعلم بيه، اذا كان عنده مشكلة ولا ملبوس ولا ايه حكايته؟ انا قلت لها الكلام ده هتمسك في خناقي والمشكلة هتكبر. ادخل يا ابني اتوضى وشوف لو هتصلي الفجر ولا حاجة، وقرب من ربنا شوية علشان البيت شكله كده فيه مشكلة وان شاء الله يعني ربنا يحلها من عنده. بس ادخل يلا صلي انت. قلت لها حاضر هدخل اصلي. سابتني ودخلت اوضتها علشان تصلي، وبصراحة انا رجعت على اوضتي تاني، ما دخلتش صليت، انا قفلت الباب على نفسي وفضلت قاعد في الاوضة. بصيت على الكتاب لقيت ان الكتاب مرمي في منطقة معينة في الاوضة، انا معرفش انا رميته فين بالظبط، بس اللي انا متأكد منه ان انا ما رميتهوش هنا. مش عاوز اقول ان الكتاب اتحرك من مكانه، وفي نفس الوقت بحمد ربنا ان والدتي ما اخدتش بالها من الكتاب. الحمد لله دخلت الاوضه وما اخدتش بالها من الكتاب اللي مرمي على الارض، لو كانت شافته كانت هتكون مصيبه. الحمد لله. قربت من الكتاب وشلته ورجعته على الترابيزه تاني مطرح ما كان موجود، وقفلت الباب على نفسي ورميت جسمي على السرير. ما اعرفش بقى هنام ولا مش هنام، ما اعرفش، لكن مخك لما يفضل شغال في حاجة معينة انسى ان هو يعرف يرتاح، انسى ان انت تدوق طعم النوم طول ما في حاجة شاغلة بالك. ده بالظبط الكلام اللي كنت عمال اردده في عقلي، لحد ما ممكن اقولك ان من كتر التفكير والتعب اللي كنت فيه نمت. بصراحة نمت، نمت وصحيت على ميعاد الكلية بتاعتي، ولقيت ان المرة دي امي هي اللي جت صحيتني، دخلت صحيتني كده وفوقتني وخرجت بره، كل ده وهي لسه ما شافتش الكتاب. بدأت ساعتها اخد بالي ان هي بتدخل الاوضه اكتر من مره ومش بتاخد بالها من الكتاب، حاجه لقيتها في حظي نوعا ما الحمد لله. بمجرد ما لاحظت ان هي خرجت قمت بسرعه من على السرير، شلته ورميته في درج من ادراج الكومودينو بتاعي وقفلت الدرج، وحمدت ربنا ان هي ما شافتهوش. هي مش هتعمل حاجه، بس هي ممكن تفتحه وتقعد تقلب فيه، واظن لو قرأت حاجه من المكتوب جوه من الموضوع مش هيكون في صالحي قوي، خاصه كمان بعد الكلام اللي قالته لي النهارده الفجر. الحمد لله ان هي ما خدتش بالها فعلا من الكتاب. رحت كليتي وما كنتش فايق لان انا ما كنتش نمت كويس، وبسبب الكام فجعه اللي اخدتهم من كلام لمواقف للي قريته كنت قاعد طول اليوم في الكليه وانا انتباهي متشتت، عمال ابص يمين وشمال كل شويه ومش مركز مع الكليه ومش مركز مع صحابي ومش مركز مع اي حاجه، لحد ما خلص اليوم ورجعت بيتي اخيرا. بمجرد ما رجعت البيت دخلت بصيت يمين وشمال واتاكدت ان مفيش حد دخل اوضتي، لحد ما دخلت الاوضه بنفسي وقفلت على نفسي الباب. واول حاجه اتجهت لها الكتاب، رميت الشنطه بتاعتي على جنب ورميت المذاكره او اي حاجه كانت في دماغي، واول حاجه فكرت فيها هي الكتاب. لكن المرة دي لما فتحته ما قريتش حاجات مرعبة، أنا قريت معلومات عامة عن الراجل ده نفسه. كان كاتب كام حاجة تخص حياته، كان كاتب وبيقول إن النهاردة أخيرا لقيت البنت اللي فهمتني، البنت اللي أخيرا استوعبت إني مش مجرد إنسان عادي، اللي فهمت وقدرت،
يعني ايه انا مستنسخ؟ الكلمة اللي كنت بقولها لأي واحدة وكانت بتخاف مني أو كانت بتبعد. بصراحة بمجرد ما قريت أول كلمتين كده زهقت من الكلام المكتوب وقلت بقى اه ده هيبتدي يحكي قصة حياته. لا أنا مش عايز قصة حياته، أنا عايز أفهم ايه اللي كان بيحصل في الشقة اللي تحت دي. لحد ما فضلت أقلب بسرعة في الورق وفعلا وصلت لطرف خيط، طرف الخيط اللي هيوصلني ليه الراجل ده كان بيجيب معاه أكياس ملح البيت، كان بيعمل ايه بالملح. وصلت لورقة معينة كان مكتوب فيها: عمر ما كنت اتخيل ان ممكن مستواي ينزل بالصورة دي. انا بيحصل لي حاجات غريبة طول حياتي وطول عمري، الموضوع زاد شوية لما بدأت اعيش لوحدي وكان تدريجيا نوعا ما، لكن اني اروح لدجال، توصل اني اروح لدجال، بصراحة عندي اموت وقلبي يقف في البيت من الرعب على اني اروح للدجال ده تاني. سمعت كلامه بصراحة لكني مش هروح له تاني، ويا ريتني ما سمعت كلامه. سألت جماعة اصحابي في البنك عندي لو كنت اقدر اعرف هل يعرفوا طريق شيخ او حد بيفهم في الكلام اللي زي كده، ولما سألوني ليه انت ملبوس ولا ايه قلت لهم لا انا بس الشقة عندي فيها شوية حاجات غريبة فعايز بس اظبطها عشان لو اتجوزت. بغض النظر عن نظراتهم الغريبة ناحيتي بسبب شكلي، لكن قلت في دماغي اللي يجي منهم أحسن منهم، ودلوني فعلا على مكان واحد. واحد كان اسمه صابر، معرفش هما قالوا لي اسمه الشيخ صابر. وفعلا يوميها رحت للشيخ صابر ده وطلعت عليه على طول بعد الشغل، خلصت شغلي بسرعة وطلعت عليه. صابر كان ساكن في منطقة بسيطة جدا، بسيطة بتميل للفقر كمان، يعني منطقة غريبة وعشوائية هنا في القاهرة مش عايز اجيب اسمها، مش عايز اجيب اسمها لأسباب كتيرة جدا، منها اني معرفش الصابر ده ممكن يكون عنده ايه، ممكن يكون مخبي ايه، الله اعلم بقى. عادي اجيب سيرته وحد يسمع سيرته، ولو حد سمع سيرته مش هيحصل له حاجة ولا ايه مش عارف. انا بكتب الكلام ده وانا حاسس اني كده كده ميت، سواء بقى حد قرا الكلام ده، البوليس هيفتش وهيقرا الكلام ده، الله اعلم. المهم رحت لصابر وخبطت على باب بيته ودخلني وقال لي اؤمر. قلت له انا البيت بتاعي بيحصل فيه حاجات غريبه. بدات احكي له واحده واحده الحاجات اللي بتحصل مع عندي في البيت، من اصوات لناس بتتحرك لاحلام غريبه لمواقف كل يوم لصحيان طول الليل، حاجات كتيره من النوع ده. لحد ما صابر كده لقيته استغرب شويه من كلامي وحاول يعمل عليا زي ما بيعمل مع اي حد، يعني يقول له اسمه الثلاثي ولا يقول له اسم والدته ولا يعمل اي حاجه من الحاجات اللي بيعملها دي. لقيت صابر اول ما بدا يبص لي في عينيا كده قال لي كلام انا مستغربه لحد دلوقتي، قال لي سرك، سرك غريب وامرك اغرب، شكلك كده مش لايق على سنك، مخك بيفكر بطريقة أبعد شوية من شكلك، شكلك أكبر مني لكن تفكيرك تفكير شاب، فيك حاجة غلط والتواصل بينك وبينهم سهل، في حاجة فيك مخلية التواصل بينك وبينهم سهل، عندك نوع من الشفافية، نوع من الشفافية جايلك عن طريق حاجة غلط، حاجة غلط مختلطة ببعض أو حد عمل فيك حاجة، عندك نوع من الشفافية بيخليك تحس بيهم زيادة عن اللازم، نوع من الشفافية المفروض ما يحصلكش، المفروض ما تحسش بيه، الموضوع مش جاي معاك بأحلام، الموضوع جاي معاك بشعور، شعورك زايد، شعورك زايد وبتحس بيهم أكتر من أي حد. الحاجات اللي أنت بتحس بيها في البيت ديت حاجات مش لازم تحس بيها، حاجات المفروض أنت ما تحسش بيها، حاجات المفروض مفيش انسان يحس بيها. بدا يتنرفز في الكلام ويقول حاجات غريبه كده ودخل الكلام في بعضه لحد ما قال لي بقول لك ايه، ملح حلك ملح، الجن بيكره الملح، الجن مش بيحب الملح في اكله، مش بيحب ريحه الملح، مش بيحب اي حاجه فيها ملح، الحل الحل ليك ملح، رش ملح على عتبه بيتك على عتبه الاوض، لكن اياك اياك
إياك كمان مرة تقرب الملح من الحمام. الملح ترصه في الشقة كلها لكن تبعد عن الحمام، وترص ملح زيادة في الأماكن اللي أنت بتحس بوجودهم فيها، يعني زي على الكرسي اللي أنت حاسس إن في حد قاعد عليه، جنب سريرك، قدام عتبة الأوضة بتاعتك. مفروض الملح يبعدهم شوية عنك، ولو الملح معملش حاجة تعالالي تعالالي وانا هقولك تعمل ايه. بغض النظر ان كلامه ممكن يكون غريب شوية، كلامه اكيد غريب شوية لناس كتيرة، كلامه ممكن يكون غريب ليك لان انت مش فاهم حاجة، مش مستوعب حاجة، لكن ساعتها فعلا نفذت الكلام. رحت جبت اكبر قدر من كياس الملح، رجعت بيتي وفي واحد كان طالع على السلم شافني وانا ماسك كياس الملح في ايدي، بصلي باستغراب ولقيته بيضحك في سره. نزل على السلالم بسرعة علشان مسمعهوش، لكن سمعته. ما اهتمتش للموقف اللي حصل ساعتها ودخلت شقتي، وفعلا من اول نهار لحد بالليل رشيت ملح في كل حتة في البيت. رشيت ملح في اركان الاوضة، رشيت ملح على عتبة الابواب، رشيت ملح على عتبة الحمام. ما قربتش للحمام لكن رشيت ملح على عتبته. معرفش بصراحة هل المفروض ما اقربش منه خالص ولا المفروض ما رشش جواه نفسه. عايز الصراحة ما فكرتش كتير، كل اللي عملته اني رشيت قدامه خلاص، قلت زي ما تيجي تيجي بقى. تعبت طول اليوم فعلا، تعبت لحد ما جت الساعة 10 10:30 بالليل، واترميت على السرير بتاعي ونمت. نمت وانا فاتح باب اوضتي، فاتح باب كل الاوض، والملح مرشوش في الشقة، ومعرفش ممكن ايه اللي يحصل. الملح مرشوش في الشقة ومعرفش ممكن ايه اللي يحصل، لكن عارف لما تاكل أكلة وانت عارف ان الأكلة دي فيها سم، بتاكلها وبتقوف في دماغك زي ما تيجي تيجي، هل بقى هعيش او هموت مش فارقة. بس عايز الصراحة كنت بنام وانا حاسس ان انا هنام مش هصحى، حاسس ان في اي حد هيطلع يخنقني او يقتلني وانا نايم بسبب كمية الملح اللي رشيته. لكن بالظبط والدنيا هادية، على حوالي الساعة 12 بالدقيقة كل حاجة كانت هادية، ما كانش في أي صوت، كل شيء كان طبيعي. بعديها ان لقيت والدتي فتحت عليا الباب بسرعة، لقيتها دخلت بتقولي محمد احنا نازلين. قلت لها نازلين؟ نازلين فين دلوقتي؟ قالت لي اه دلوقتي الساعة 7، يعني مش متأخر قوي. ابوك قال لي ان في مشوار لازم نعمله ولازم ننزل دلوقتي. المهم انت غير هدومك عشان انت لسه ما غيرتش وعندك اكل جوه، خلي بالك من البيت بقى، احنا نازلين دلوقتي. قلت لها طيب تمام اتفضلي. الحمد لله امي لما دخلت عليا حطيته تحت رجلي، لاني مكنتش قاعد على السرير، انا كنت قاعد على الارض جنب السرير وعمال اقرا لحد ما دخلت عليا مره واحده. الحمد لله ان هي ما خدتش بالها من الدفتر. فضلت قاعد في الاوضه وغيرت هدومي فعلا لحد ما استنيت ان هما ينزلوا، وسمعت من بره صوت باب الشقه بيتقفل بالراحه، يعني نزلوا، يعني نزلوا. هما فعلا لما بينزلوا بيقفلوا الباب بالطريقه دي. خرجت من الاوضه وكنت ماشي ورايح ناحيه المطبخ علشان بصراحه عايز اعمل كوبايه قهوه او اي حاجه اشوفها قدامي اشربها وانا قاعد بكمل قرايه في المذكرات دي. وانا معدي كده وداخل المطبخ لقيت والدي قاعد مشغل التلفزيون وقاعد بيتفرج على فيلم عربي قديم. بيقول لي انت داخل تعمل حاجه؟ قلت له اه داخل اعمل القهوه ليا. قال لي ياه داخل تعمل قهوه وسايبني؟ طب اعمل لي معاك واحد. قلت له حاضر. والدي من نوع الناس اللي اكبر حاجه بتبسطهم في حياتهم لما يتفرجوا على ماتش كوره او يسمعوا اغنيه قديمه لام كلثوم مثلا، دي اكبر حاجه ممكن تخليهم قاعدين مستمتعين جدا. لقيته كده قاعد ومندمج قوي مع الفيلم وعايز يشرب قهوه. قلت في دماغي والله فرصه اقعد معاه عشان هو وحشني واخلي المذكرات دي على جنب، يعني الرعب موجود مش هروح في حته. يعني من وقت للتاني كنت واقف في المطبخ وعمال اعمل القهوه وسامع من بره التلفزيون شغال،
لحد ما سمعت التلفزيون من بره صوته بدأ يوطى شوية، بعد كده بدأ يوطى أكتر، بعد كده الصوت بدأ يوطى قوي. قلت لوالدي انت بتوطي الصوت ليه كده يا بابا، في حاجة ولا ايه؟ قال لي لا بس الإعلانات صوتها عالي دوشة، انت قدامك كتير؟ قلت له لا قرب اخلص اهو، وعايزك في كلمتين، عايز اقعد معاك شوية يا بابا. قال لي تقعد معايا؟ ماشي مفيش مشاكل، تعالى تعالى اقعد معايا، انت وحشني حتى. المهم عملت القهوة وخدتها معايا وطلعت برا، لقيت ان التلفزيون مقفول مفيش حد قاعد، والدي مش موجود. استغربت جدا، هو راح فين يعني؟ هو مش المفروض قايل لي ان هو عايز يشرب قهوة وقفل التلفزيون وانا واقف ناديت عليه كده؟ قلت له بابا انت فين؟ لحد ما سكت وفضلت واقف. انا المفروض اهلي لسه خارجين من شوية، انك تسمع قصة رعب حاجة، انك تقرأ قصة رعب حاجة، وان تعيش في قصة رعب حاجة تانية خالص. كل اللي ممكن اقوله لك ان قصة قربت تخلص، الحكاية بدأت تنتهي. ايه اللي حصل ساعتها؟ اللي حصل ساعتها ان فنجانين القهوة اللي في ايديا وقعوا على الارض اتكسروا، ما حسيتش بأي حاجة. كل اللي فاكره ساعتها اني اتحركت بكل بطء، رجعت بظهري، لفيت، دخلت اوضتي، قفلت الباب ودخلت قعدت على السرير. قعدت على السرير ولكني ما قعدتش، انا نمت. نمت على السرير واقنعت نفسي اني هنام دلوقتي، انا لازم انام لحد ما اهلي يجوا من بره. انا مش هفتح المذكرات، مش عايز اعرف الراجل اللي تحت حصل له ايه. من بكرة الصبح هاخد المذكرات دي وهنزل ارجعها في شقته، انا ماليش دعوة بحاجة وماليش دعوة بالراجل وماليش دعوة بشقته. ايا كان اللي بيحصل لي في الشقة واللي اهلي بيحسوا بيه بسبب المذكرات دي، بسبب الراجل ده، مش عاوز اعرف الراجل ده ماله، والله مش عايز اعرف. معرفش عدى وقت قد ايه، بس لو هتكلمني ممكن اقولك ان عدى ساعات، ساعات وانا نايم على السرير بص في السقف. فضلت نايم على السرير لحد ما عيني بدأت تقفل، وفعلا غمضت عينيا وانا بدعي ربنا في سري اني انام، انا فعلا عايز انام. ونمت، معرفش ازاي حصلت ولكني نمت. نمت مع ان المفروض بكرة عندي كلية، لكن كليتي ايه؟ كليتي ايه وسط كل اللي انا فيه ده؟ تولع الكلية وتغور دلوقتي، المهم اخلص من اللي انا فيه ده. ما نمتش كتير، ليه؟ اصل حسيت بوالدتي وايديها عمالة تخبط على كتفي بتقولي اصحى اصحى يا محمد اصحى، انت ايه اللي خلاك تكسر فنجان القهوة؟ وبعدين ده مش واحد، دول اتنين. وايه اللي خلاك تعمل القهوة وترميها في الارض؟ في ايه يا ابني؟ حصلت حاجة تانية؟ كانت بتكلمني وهي عمالة تخبط على كتفي لحد ما فتحت عينيا بالراحة. بمجرد ما فتحتها ملقيتهاش. حركت ايديا بالراحة ومسكت الموبايل بتاعي، بصيت فيه لقيت ان الساعة 12، لقيت ان الساعة 12 بالليل. قمت بالراحة من على السرير وطلعت برا، لقيت ان مطرح الفناجين المكسورة مش موجودة، حد جه ولمهم. لحد ما قربت من اوضة والدتي ووالدي لقيتهم جوه بيتكلموا، اطمنت ان هم رجعوا. خبطت على الباب وقلت لهم انتوا رجعتوا؟ الصوت سكت. والدتي جت فتحت قالت لي اه يا محمد احنا جينا من حوالي ساعة. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ في ايه؟ قلت لها مفيش، بس الفنجان بتاع القهوة اتزحلق من ايدي ووقع. قالت لي اتزحلق من ايدك ويقع تدخل تنام؟ مش مشكلة مش مشكلة، بس انت ليه عملت فنجانين قهوة؟ لحد ما فضلت باصص لوالدي وهو باصص لي ومش فاهم. قلت له بابا انت نزلت وراها ولا انت فضلت قاعد؟ قال لي فضلت قاعد. امال مين اللي هينزل يسخن العربيه ويسوق ويروح المشوار ده؟ المشوار ده كان محتاجني. ازاي يعني هسيبها تنزل وانا هفضل قاعد؟ في ايه؟ في حاجه يا محمد؟ قلت له لا يا بابا مفيش حاجه مفيش حاجه، معلش انا اسف،
حقكم عليا، انا تعبان بس اليومين دول من ضغط المذاكره وان شاء الله يعني كل حاجه تتظبط. لقيت والدتي خبطت على كتفي وقالت لي مش مهم المذاكره تولع، المهم انت، المهم صحتك يا ابني. قلت لها اه تمام تمام ماشي. سبتهم ورجعت الاوضه تاني. في نوع بسيط من الشجاعه دب في جسمي، فتحت المذكرات بسرعه، بدات اقلب فيها، ولكن كنت بجيب الصفحات الاخيره. انا ما عنديش استعداد اني افضل متعلق في حياه الراجل ده كتير، انا عايز افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. كام يوم عدوا علينا ولا اسبوع كانوا زي الزفت. لازم افهم ايه اللي بيحصل عشان لما احط المذكرات تحت اكون فهمت، اكون فهمت كل حاجه. وفعلا فعلا بدات اقلب في المذكرات بسرعه، يمين شمال، قعدت اقلب يمين وشمال بسرعه لحد ما جيت عند الصفحات الاخيره. لقيت الراجل كاتب في المذكرات بيقول حياتي، حياتي كلها من ساعه ما بدات لحد ما انتهت ماشيه بمسار غريب، بمسار واحد، بمسار ان الطفل الغريب، الطفل المختلف، الطفل اللي عرف معاني كتير قوي من هو صغير، الطفل اللي فهم وقدر كويس قوي ان الفلوس ما ينفعش في كل الحالات. اهلي كانوا من نوع الناس اللي الفلوس ما تنفعش معاهم. ليه؟ ساعه ما ربنا رزقهم بشويه فلوس سافروا، عملوا عمليه لتحديد شكل الجنين، عمليه بتتكلف فلوس ضخمه جدا وارقام كتير جدا من الفلوس. لكن لما جد يعمل ثروه، والجد اللي بعده يعمل ثروه تانيه، واللي بعده يعمل ثروه تالته، وكل واحد فيهم يفضل حاطط الفلوس دي على بعض، الموضوع بيفرق. اهلي كانوا ممكن يخلفوا بطريقه طبيعيه جدا، لكن حبوا يعملوا حاجه غريبه، حبوا يعملوا حاجه غريبه، وهم انهم يحددوا صفات وشكل الجنين اللي جاي في السكه. شيء طبيعي جدا ان انت تستغرب لما تشوف شكلي، شيء طبيعي جدا لما تشوف قدامك راجل كبير في السن، عجوز، التجاعيد ماليه وشه، باين عليه ملامح الشيخوخه، وشعره اصفر، عينه لونها اخضر، تحس ان الملامح ديت ما تليقش على شكل راجل كبير، بالعكس تخليك تقلق لما تشوف شكل الراجل ده. لكن ممكن اقولك ان المستنسخين ليهم امراض معينه، من الامراض دي واشهرها هي الشيخوخه المبكره. يعني طبيعي جدا ان يكون عندي 25 سنه وشكلي شكل راجل عنده 60 او اكبر من 60 سنه. اه بدات تجيلي امراض كتير بدري، بدات اكون عاجز اكتر، لكن عشان والدي كان محاسب كبير قوي ومكانته كانت كبيره قوي في البنك اللي شغال فيه، فتعينت بالواسطه. اتعينت بالواسطه وكانت الحاجه الوحيده اللي مخلياني شغال هي شهادة الميلاد اللي بتثبت فعلا ان عندي 26 سنة. مالك، اسمي مالك، اسمي مالك، ولكن اسمي مش هيفرق معاك في حاجة، انا كده كده دلوقتي اكيد ميت. ليه بقول الكلام ده دلوقتي؟ اصل لو قلبي مش هيقف بسبب الحاجات اللي بتطلع لي في الشقة، هموت بمرض القلب ولا السكر ولا الضغط ولا اي حاجة من الحاجات اللي عندي. مش قلتلكش شيخوخة مبكرة؟ حتى البنت اللي قلت في دماغي ان اخيرا هي دي البنت اللي لقيتها، هي دي البنت اللي هتجوزها، هي دي البنت اللي فعلا فهمتني وسمعتني للاخر واقتنعت بكل كلمة قلتها. اصلها مش احسن من حد في حاجة، هي بس متعلمة وفاهمة كويس جدا الكلام ده. قلت ان حياتي اتغيرت، قلت ان حياتي اتغيرت 180 درجة، وخلاص خلاص هغير حياتي وهغير كل حاجة فيها، هجيب عفش جديد للشقة وأجهزة جديدة وأكيد يعني لما أجيب واحدة معايا في الشقة أتجوزها وأخلف، الحاجات اللي هشوفها ديت تروح تختفي وهبطل أحس بحاجة أو أشوف حاجة. لكن في النهاية سابتني، بعدت هي كمان. آه عندي فلوس كتيرة وغني جدا، بس كل الفلوس الكتيرة، كل الغنى رميته، ما أخدتش غير قدر بسيط جدا من ثروة والدي وعشت بيها، عشت بيها وبقيت احط عليها المرتب اللي باخده كل شهر، والحمد لله الحمد لله عايش. والحمد لله اليومين اللي فاتوا كمان كنت بجهز عفش الشقه. فرح ما تعرفش حاجه، فرح ده اسم خطيبتي بالمناسبه، فرح ما تعرفش حاجه من اللي انا بشوفها او بحس بيها. وبمجرد ما عرفت سابتني، اصل فعلا مين تقبل ان هي تعيش مع واحد تقريبا كان بيحس بالجن اكتر ما بيحس بالبشر، بيحس بتحركاتهم. خافت، ممكن اقول لك خافت، قالت في دماغها تولع الفلوس المهم افضل عايشه ومعيش مع واحد مجنون ولا بيشوف جن
والله انا عايز اعيش حياة طبيعية، ولادي ما يكونوش مهددين، ما يكونوش خايفين طول حياتهم. ده الكلام اللي قالتهولي في وشي. طبيعي ان اي واحدة هتتجوز واحد تعرف عنه المعلومات ديت هتقوله الكلام ده. حياتي اتدمرت اكتر ما كانت متدمرة. اهلي كانوا كل التفكير اللي بيفكروا فيه ان الفلوس هتصلح كل حاجة، كل حاجة في حياتي هتتظبط بالفلوس. ايه اللي خلاني اقول لفرح على موضوع اني بحس بيهم؟ المواقف الاخيرة، بالظبط الشهور اللي فاتت، اخر شهور الفترة اللي فاتت ديت كنت بظبط الشقة وبجيب عفش جديد وببيض الشقة وبخلي شكل الشقة احسن مناسب اكتر وتكون لايقة العروسة يعني. لكن حصل موقف من المواقف اللي ممكن اقولك كان القشة التي قسمت ظهر البعير، وكانت حاجة مش هقدر استحمل ان اعرض انسان معايا للخطر. في يوم والعمال شغالين في الشقة عندي، كان في واحد من العمال جاب معاه ابنه الصغير. ابنه الصغير ده اللي هو ما يعديش 10 سنين، يعني 9 او 8 سنين. اول ما جالي كلمني واعتذر لي جدا وقال لي ان هو اسف ان هو هيعطلني ان هو جاب ابنه الصغير، ولكن حصلت ظروف عنده في البيت خلته ما ينفعش يسيبه لوحده. وفعلا قلت له مفيش مشاكل وعادي ان الولد الصغير يقعد معانا. الغريب مش في كده، الغريب مش ان الراجل جاب ابنه الصغير، الغريب كان في اللي ابنه الصغير بيعمله. ابنه الصغير كان بيعمل حاجات غريبة في البيت. بغض النظر عن اللي حصل ليلة مرشات الملح، وان تقريبا اغلب الازاز اللي في شقتي اتكسر، لكن الولد كان بيروح في الاماكن اللي الازاز اتكسر فيها وبيفضل باصص، بيفضل باصص للازاز المكسور. مش عارف كان بيبص على ايه بصراحة، بس كان بيفضل واقف مركز جدا لدرجة ان ابوه كذا مرة يشده من ايده ويقول له ما تبعدش عني وما تدخلش في الاوض، خليك واقف جنبي علشان الراجل اللي واقف ما يزعقلكش. لكن لولا اني قلت له سيبه انا عايزه يكمل، انا عايز اشوف هو فيه ايه بالظبط. الراجل بص لي وقال لي مش عايزه يتحرك كتير، بس قلت له لا ما تخافش هو تحت عينيا. كنت بعمل ايه؟ كان كل ما يروح يبص في حتة معينة كنت بروح اقف جنبه وبقول له انت شايف ايه؟ ايه اللي شايفه قدامك؟ الولد كان اغلب الوقت مش بيرد، عمال يمشي والعمال شغالين ومحدش واخد باله منه، والولد نفسه كان عمال يتجول يمين وشمال كأنه نسي الدنيا، كأنه مش مركز مع اي حاجة. لحد ما فضل ماشي لحد ما وقف قدام باب الحمام، فضل واقف وهو عمال يهز دماغه يمين وشمال كأنه بيعترض لكلام حد او بيقول لحد لأ. وطيت جنبه على الارض وقلت له في ايه بالظبط؟ بتعمل كده ليه؟ شايف ايه قدامك؟ قال لي هو عايزني ادخل معاه الحمام، بس الحمام وحش وشكله من جوه وحش. قلت له هو مين اللي عايزك تدخل ورا الحمام؟ قال لي نفس الراجل اللي كان عمال يمشي في الشقة وبمشي وراه. قلت له انهي راجل؟ الراجل من اللي واقفين يشتغلوا؟ قال لي لا، ما حدش من اللي واقفين يشتغلوا مع بابا. قلت له انت عارف احنا كام واحد في البيت؟ قال لي احنا 6. قلت له لا على فكرة احنا 5 بس. قال لي لا مش 5، احنا عددنا مش 5، انا وانت وبابا والاتنين اللي شغالين مع بابا والراجل اللي لابس اسود اللي عمال يمشي. الولد بمجرد ما قال الكلمة دي بالظبط لقيته بدأ يعيط وبدأ ينط من مكانه ويجري بهستيريا ناحية ابوه، مسك في ابوه وفضل يعيط. الولد فضل يعيط من غير حتى ما يقول في ايه. رحت قربت منه وقلت له مالك؟ في ايه بالظبط؟ كنت كل ما اقرب من الولد بيحضن ابوه اكتر وبيداري وشه عني. قلت له طب في ايه مالك؟ ابوه طبعا اول ما شاف المنظر ده بص لي وقال لي انت عملت له ايه؟ في ايه بالظبط؟ قلت له انا مش عارف ايه اللي بيحصل، هو انت بتعيط ليه طيب؟ لحد ما هو بيعيط كان بيقول لابوه خليه يبعد عشان عمال يبرق لي. ابوه ساعتها بصلي بص في عينيا قوي لاني باصص عادي مش ببرق، بص للرجاله اللي شغالين معاه لقاني مفيش حد فيهم بيبرق. ابوه وطى على الارض كده جنبه وقال له مين اللي بيبرق لك؟ مين اللي بيبص لك بالبصه دي؟
قال له الراجل اللي واقف وراه وكان بيشاور عليا. شفت نظرة الرعب في عين الولد الصغير كأني شايف حد من ولادي قدامي. ساعتها كنت هقول العمال ياخدوا حاجتهم ويروحوا، وهقول لهم ان خلاص مش لازم تكملوا الشقة لحد اخرها، انا مش هتجوز، مش عاوز اظبط الشقة، بالرغم اني دفعت فلوس كتيرة جدا في العفش وفي الاجهزة الكهربائية، ولكن اني متجوزش خالص احسن مني اتجوز واحدة اعذبها معايا واعذب ولادي. بصراحة كمان انا شاكك اني ممكن اخلف اساسا، معرفش انا ممكن اخلف ولا لا. لكن قبل ما اقول للعمال ياخدوا حاجتهم ويمشوا، لقيت العمال بيشيلوا حاجتهم في الصناديق والعلب اللي كانوا جايين بيها، وقالوا لي بنقول لك يا استاذ مش عايزين فلوس، مش عايزين فلوس منك، سيبنا نروح. قلت لهم لا مش هينفع، معلش لازم تاخدوا حقكم وتاخدوا حق التعب اللي انتوا تعبتوه. وفعلا حسبت العمال بتمن الشغل اللي اشتغلوه ومشيتهم. بمجرد ما مشوا من هنا اشتغلت جوايا حالة هستيرية، بدأت انا بنفسي اكسر كل حاجة، بدأت اكسر باقي الازاز اللي موجود في الشقة، اجيب كياس الملح واقعد ارميها في كل حتة في الشقة. الشقة تقريبا مليتها كلها ملح، ورحت عند الحمام وفتحت كيس كبير ورميته جوا في الحمام، غرقت الشقة في الملح، بقيت ارمي ملح في كل حتة، عاوز اخلص منهم، عاوز اطلعهم من حياتي. هم دمروا حياتي، دمروا كل حاجة فيها، مش هسمح لهم. انا من وانا صغير وانا بحس بيهم، بشوفهم، اهلي ما كانوش بيقتنعوا بالكلام اللي بقوله، كانوا بيقولوا اني بخرف او بقول كلام وخلاص، لكن لحد كده وانتهينا. هموت مش مشكلة، بس المهم ما افضلش عايش في التعب ده. النور قطع عليا وانا واقف في لحظة واحدة، لقيت في ايد شدتني من رجليا بسرعة وقعتني على وشي. بمجرد ما وقعت على وشي بحاولت اقوم تاني، لكن كنت كل ما اقوم في حاجه بتشدني وبتوقعني من تاني، كل ما اقوم بقع، كل ما اقوم بقع في حاجه عماله توقعني، مش عارف ايه هي، مش شايف حاجه في الضلمه، موبايلي مش لاقيه، مش فاكر حتى انا حطيته فين. واستسلمت للامر الواقع، قلت اني هموت، اكيد انا هموت دلوقتي. لحد ما في عز كل ده قمت وقفت، قدرت اقف، اتسنت على الحيطة وعلى اي ترابيزة موجودة عندي وقمت وقفت. اللي كنت حاسس بيه اني واقف في الطرقة الطويلة بتاعت بيتنا، وواقف ومش شايف غير حاجة واحدة بس قدامي، شايف عينين بتبصلي، عينين ادمية، عينين بيضة بتبرق، في حد واقف في اخر الطرقة بيبرق لي، عينه واضحة باصص لي. الحمد لله ان ده كان الوقت المناسب اللي اغمى عليا فيه، واحد عنده الامراض اللي عندي وبالتعب اللي عندي اغمى عليا وما حسيتش بحاجة، وقعت على الارض وقعتي على الارض ديت قلت اني مش هصحى منها. وصحيت من النوم، اول حاجة عملتها اني كلمتها في التليفون، قلت لها على كل حاجة حصلت معايا. لما فقت من الغيبوبة لقيت اني مرمي في اول جزء في الطرقة، يعني فعلا الطرقة قدامي، النور كان موجود، الشقة كانت غرقانة ملح. اول حاجة عملتها اني رحت جبت الموبايل بتاعي وكنت ماشي بتساند على الحيطة، كلمتها قلت لها يا فرح انا اسف. ما حكيت لهاش كل حاجة بالتفصيل، لاني ما كنتش قادر اتكلم اولا، وثانيا انا مش هقدر احكي لواحدة حياتي كلها في الموبايل، لكن لخصت لها حاجات كتير قوي حصلت معايا، منها الحاجات اللي بدأت تحصل معايا من هنا في الشقة. انا كانت بتحصل لي حاجات كتير في الشقة هنا، لكني بدأت موضوع الكتابة ده مؤخرا. وانا صغير الموضوع ما كانش بالقوة دي، وما كنتش بدور بصراحة، يعني لما كان يحصل اي موقف كده ولا كده كنت بكبر وكنت بنسى وما كنتش بحط في دماغي يعني. لكن ركزت جدا مع الحاجات ديت لما بدأت أعيش لوحدي هنا. فرح قالت لي في الموبايل الكلام اللي قلته من شوية، وقالت لي إن هي مش هينفع تعيش معايا بالطريقة دي، وبالفعل كنت ده الكلام اللي أنا مستني أسمعه منها. اتضايقت لأن كنت أنا اللي عايز أقول لها الكلام ده، ما كنتش عاوز أسمعه منها، ولكن سواء أنا اللي هقوله أو هي اللي هتقوله
انا كده كده خسرت كل حاجة. بكتب اخر كلمات في الورق ده وانا مش عارف ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيكون موجود. هو انا هكمل باقي حياتي؟ طيب هو اللي انا عملته ده كويس؟ اللي انا عملته ده وحش؟ هيأذوني؟ كنت المفروض ما اتكلمش عنهم من الاساس. يمكن لو ما كنتش اتكلمت عنهم ما كانتش المواقف دي حصلت لي، خاصة ان الموضوع بدأ يزداد اكتر من ساعة ما بدأت اكتب الكلام ده. بكتب الكلام ده دلوقتي وبعد ما انهي الكلام ده مش عارف هكمل الكتابة ولا لا. بس كل اللي ممكن اقوله دلوقتي اني هقوم وهنضف الشقة، هنضفها على قد ما اقدر، هشيل الملح اللي موجود، هنضف الحمام، هعمل اي حاجة، ولكني مش هسيب الشقة بالطريقة دي. عايز لما اموت محدش يشك ان الشقة دي فيها حاجة، محدش يشك اني كنت انسان بحس بحاجة. الله يكون في عون بقى اللي هيشوف المذكرات دي وهيقراها، لا ولو حكاها لحد كمان. الله يكون في عونه وفي عونهم اللي هيسمعوا الحكاية دي. اصل هرجع بيك لنقطة البداية، ان تقريبا الجن بمجرد ما بيحس ان انت بتتكلم عنهم بتبدأ عنده حالة من الغضب، لان احنا ملناش الحق ان احنا نتكلم عنهم. ده الكلام اللي انا عرفته مؤخرا او فهمته مؤخرا. سلام. قفلت اخر اوراق في المذكرات. بمجرد ما قفلتها ورميتها على جنب عيني بدأت تدمع، بدأت اعيط نوعا ما. فهمت دلوقتي ليه ربنا مخلينا ما نشوفش الاشكال دي، فهمت دلوقتي ليه ربنا خلانا ما نحسش بيهم قوي، او مش كل البشر بيحسوا بيهم. فهمت دلوقتي ليه ربنا خلى بيننا وبينهم حاجز كبير ضخم، صعب جدا ان انت تخترقه، صعب جدا ان انت حتى تخرم خرم صغير فيه وتبص منه. والحمد لله ان من الصعب. الحكاية ممكن اقولك ان 98% منها خلص، ممكن اقولك اني ما متش او اتشليت او قمت خلصت على اهلي ولا الكلام اللي بنسمعه في الحكايات ده. بس انا معرفش ايا كان ايه اللي عايش مع الراجل ده، معرفش ايا كان ايه اللي بيشوفه، لكن ايا كان اللي بيحس بيه تقريبا هو جاي يشرف في بيتنا. عدى بالظبط على الكلام دوت حوالي سنة او اكتر. تاني يوم بالظبط فضلت صاحي ورحت الكلية بتاعتي، وانا راجع رميت المذكرات في شقته مطرح ما لقيتها وخرجت بكل هدوء. الغريب اني كنت لما بدخل الشقة ديت ما كنتش بشوف اي اثار للملح، للازاز المتكسر، انا ما كنتش بشوف اي ازاز، مفيش مرايات، مفيش غير جزء صغير جدا من المراية لقيته، عبارة عن جزء صغير لقيته مرمي على جنب من المراية. بس لما جيت مسكته لقيت ان المراية سودة، كأنك جبت قلم اسود ولونت بيه المراية. عرفت ازاي ان هي مراية؟ لان لقيت الملمس بتاعها ملمس الازاز بتاع المرايات. رجعتها تاني مكانها وقلت في دماغي انا مش ناقص مشاكل، كفاية اللي بيحصل عندنا. جبنا شيخ مرة واتنين وتلاتة، وكل شيخ يقول تفسير شكل، شيخ يقول ان احنا اتكلمنا عن حد هو مش عاوز حد يتكلم عنه، شيخ تاني يقول ان احنا جبنا، شيخ يقول تفسير، والتفسير ده اجتمع عليه اكتر من شيخ بصراحة، وهو ان عمار بيت شقة تانية جم حضروا مع عمار البيت اللي موجودين معانا. ده ممكن اقولك ملخص حياتي دلوقتي، عايش في الشقة ومش عارف المشكلة فيا ولا في الشقة. بقيت بحس بيهم نوعا ما، مش بعرف انام اغلب الوقت. ممكن اقولك كمان ان 90% من الليالي اللي بنامها بصحى على الساعة 12، حتى لو بقلق وبنام تاني بس لازم اصحى على الساعة 12 بالدقيقة، لحد ما نوعا ما بدأت ادور وافهم واسأل وعرفت ان نشاط الجن بيبدأ بعد الساعة 12 بالليل. والله انا مش دكتور ولا عالم ولا خبير ولا افهم في مجال الاستنساخ ده خالص، بس ممكن كل اللي اقوله لك ان الراجل ده بسبب الاستنساخ
بس بسبب اللي حصل له، بسبب الطريقة اللي اتولد بيها، جاله نوع من الشفافية. اللي فهمته ان المستنسخين دول بيكون ملعوب في جيناتهم، ملعوب في جيناتهم عشان يتعاملوا بطريقة معينة ومحددة. وان المستنسخين هم اكتر ناس بتجيلهم امراض كتيرة غريبة واعراض اغرب، لكني ما كنتش اعرف ان ممكن توصل بيهم لشفافية، شفافية تخليهم يحسوا بيهم للدرجة دي. عارف الراجل ده لو كان فضل في حاله ما كانش حاول يختلط بيهم او يقرب منهم او كبر دماغه، مظنش ان كانت حصلت له حاجة. المشكلة ما كانتش في الشقة، المشكلة كانت فيه هو، في تواصل غريب بيحصل بينه وبين عمار المكان ده. برضو اللي فهمته، ايا يعني كان اللي كان بيحصل له او اللي بيحصل لي، ما كانش المفروض اني اقرا الكلام اللي هو كاتبه، ولا هو المفروض كان يتكلم عليهم، ولا انا المفروض كنت احكي الحكاية اللي هو قالها، ولا حتى المفروض احكي الحاجات اللي كانت حصلت معايا. الله اعلم بقى، ممكن حاجة تحصل دلوقتي ومع اي حد بيسمع الكلام ده او يقرأ كام كلمة اللي كتبتهم. عجبتني فكرة المذكرات اللي هو عملها وفكرت اني اعمل زيه، وفعلا بكتب مذكراتي وبسجلها كمان ورميتها على النت. يمكن اي حد يسمع هنا ولا هنا يكون عنده تفسير صح يقدر يفيدني، او تحصل له اي حاجة، معرفش. لكن فعلا فعلا المفروض ما نتكلمش عنه، لان احنا منعرفش ممكن يكون مين قاعد دلوقتي ومش عاجبه الكلام اللي بيسمعه ده. السلام عليكم. من حوالي سنتين ونص او سنة ونص او 3 سنين، حاجة زي كده، مش عايز بس اطول في الكلام عشان وقت الفيديو، ولكن في فيديو كنت نزلته على القناة هنا باسم قصة البيت، قصة حقيقية، ده عنوان الفيديو بالظبط. بالمختصر كده ايه حكاية الفيديو دوت؟ هو عبارة عن ان كان في واحدة عايشة في بيت مع ولادها، مطلقة، وكان السبب في طلاقها ان جوزها، اقول لك ايه، كان مخاوي، ممكن اقول لك كان مخاوي، كان ليه في التحضير قوي وكان بيفهم في الكلام ده جدا، لدرجة ان هو فعلا حضر في البيت واستدعى في البيت. هنزل الفيديو تاني بصورة اوضح، بطريقة ادق شوية بعد الفيديو ده ان شاء الله، بس اظن فيديو قصة البيت قصة حقيقية مش هياخد وقت طويل مني، يعني هنزله ان شاء الله في خلال الكام يوم الجايين باذن الله. الملخص بتاع الفيديو ايه؟ ان الست ديت كانت عايشة في البيت، والبيت ده كان بيحصل فيه حاجات غريبة، حاجات غريبة زي مواقف من ولادها الصغيرين، ان هما كانوا بيحسوا بحاجات، بيسمعوا حاجات. هي نفسها كانت لما تيجي تنام ساعات على السرير تحس ان في حد نايم جنبها، او لما كانت تكون لوحدها في اوضة معينة كانت تحس بنفس واحد، او جسمها كان بيقشعر كتير لما كانت تحس بحاجة، بتحلم احلام كتيرة غريبة، كلام كتير قوي من النوع ده، عايز ابقى اقول الكلام ده بالتفصيل. المهم ان الست ديت لما عرفت موضوعها رحت كلمتها، كلمت معايا، وست طبيعية جدا. قعدت معاها في الشقة اللي كانت بتقول ان بتحصل فيها حاجات غريبة، خدت منها الحكاية وقلتها من حوالي سنتين ونص، او زي ما قلت سنة، او لا هم اكتر من سنتين، قلت الحكاية هنا على القناة والموضوع انتهى. حذرتني تحذير بسيط كده وانا بسمع منها الحكاية، قالت لي لو هتقولها خلي بالك من نفسك. معرفش هل ينفع الكلام في الحاجات دي، او ينفع ان اي حد يتكلم عنهم، معرفش، بس خلي بالك من نفسك وخلاص. بس عارف قلت في دماغي حتى لو حصلت لي حاجه يعني تكون مغامره او الواحد يحس بحاجه جديده. المهم جيت وحكيت الحكايه ومفيش حاجه حصلت، كل حاجه كانت زي الفل لحد دلوقتي، مفيش اي جديد. بس الجديد ما كانش معايا انا، الجديد كان معاها هي. عرفت بعديها بفتره ان طلعت وسجلت الحكايه بتاعتها فحبت تسمعها، الطبيعي. قالت لي ان هي عايزه تسمع الكلام اللي انا قلته او تسمع الفيديو ده. حطيت الفيديو على موبايلي ورحت بعته لها في يوم كنت عند عمي فيه. الموبايل بتاعها كان قاعد له كام يوم كده واقف مش شغال، وقطع خالص، الموبايل قفل تماما. من ما كانت تحاول تفتحه، تحاول تجيبه يمين تجيبه شمال، الموبايل ما كانش بيفتح. الموبايل بالظبط قفل تماما بعد ما كانت هتشغل الفيديو بتاعي اول مرة، لسه يعني لسه جاية بتفتح الفيديو لاول مرة الموبايل قفل ما فتحش. الله اعلم، ده الكلام اللي سمعته. عملت ايه الست ساعتها؟ اتصرفت واخدت الموبايل وراحت المحل،
المحل فتح الموبايل بالعافية واضطر ان هو يمسح كل حاجة على الموبايل عشان يشوف هل هيشتغل ولا لا. فعلا الموبايل اشتغل زي السحر، بمجرد ما كل حاجة اتمسحت بما فيهم الفيديو او القصة اللي انا عملتها على الموضوع دوت، الموبايل اشتغل بطبيعية تامة. واللي عرفته دلوقتي ان الست ديت اتجوزت تاني وعايشة حياة مستقرة وهادية. ده الاخبار اللي واصله لي، معرفش هل بيحصل معاها حاجة ولا لا. كل ما في الموضوع دلوقتي ان عايز اوصل لك ايه من الحكايه دي كلها، ان ممكن يكون عندها حق، وتقريبا فكرتها او كلامها خلطته بالفكره اللي كانت عندي وعملت بيه قصه النهارده دي. ممكن يا جماعه فعلا احنا نكون بنتكلم عن حد واحنا مش عايزنا نتكلم عنه. ممكن يكون في منهم اشخاص شايفين الموضوع عادي، يتكلموا عننا، يجيبوا في سيرتنا، يشتمونا، يعملوا اللي هم عايزينه. والله احنا مش هيفرق معانا في حاجه. ممكن يكون في البعض منهم مش بيحب الكلام عنهم، بمجرد بس ان هو مش بيحب الكلام عنهم، مش بيحب يسمع حد يجيب في سيرته زي بعض البشر. وفي بعض تاني من البشر لما يسمع حد بيتكلم عنه بيكبر دماغه، بيقول يا عم خلاص سيبك منهم، يقولوا اللي يقولوه وهكذا. خلي بالكوا على نفسكوا، ده اللي عايز اوصله في الاخر. خلي بالكوا على نفسكوا، مش معنى ان انت قاعد مع صحابك وسط الشلة وبتتكلم براحتك وبتشتم فيهم وعايش حياتك يبقى انت ممكن ما يحصلكش موقف او اتنين او تلاتة وانت لوحدك. انت مش هتفضل مع صحابك او مش هتفضل مع الشلة طول حياتك، لا، انت مسيرك تكون لوحدك. حتى لو سبتهم ودخلت الحمام ما تعرفش ممكن ايه اللي يحصلك في الحمام. فيديو قصة البيت او قصة الست ديت هعمله تاني بصورة اوضح، بصورة اطول شوية من اللي فاتت، اطول شوية من اللي عملتها من سنتين وشوية، وان شاء الله مش هينزل بعد فترة طويلة، لا هينزل بعد فترة قصيرة. سلام عليكم.